سلام البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه نسيمه ادريسي كيتشن. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الطبق اللي غني عن التعريف ومغربي اصيل، الكوريين معسلين ومعلكين بطريقه مغربيه وبالحمص. تبعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخير، وما تنساوش ديروا لي لايك، واللي اول مره غيزوا القناه يضغط على ابوني ويضغط على الجرس باش دائما يبقى يوصلو جديد. بالنسبه للطريقه، فهنايا عندي كرعين ديال البقري مقطعين ومغسولين، عندي ايضا الحمص ديجا كنت مرقداه ودايراه في الفريكو، وعندي ملح، عندي نص معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، ونص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، وعندي عويه ديال القرفه، وربعه ديال فصوص الثوم متوسطين في الحجم، زيت الزيتون، وعندي ايضا زلافه صغيره ديال الزبيب. هنا غادي خديت كوكوط وضعت فيها الكرعين ديالي، وضعت زيت الزيتون تقريبا معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال زيت المائده، خلطت ما بيناتهم. هنا البنات اللي ساكنين هنايا في فرنسا، فالكرعين راه كيكونوا موجودين عند الجزيره العرب، كيكونوا كيبيعوهم بهذا الشكل هذا، مقطعينهم ومشوطينهم غاسلينهم من كل شيء. انا جبتهم بهذا الشكل هذا فقط، غير غسلتهم في الدار وصافي. بالنسبه للتوابل، فانا وضعت معلقه صغيره ديال الفلفل، جوج معالق صغيره عفوا ديال الفلفل الاحمر، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، ايضا معلقه صغيره ديال الكركم. انا صوتي شويه باح، شويه ضربني البرد وايضا معلقه صغيره ديال الزنجبيل او سكينجبير، وغادي ندير نص معلقه ديال القرفه. بالنسبه الا كان عندكم عواد ديال القرفه، فغديروا نص معلقه وعود واحد ديال القرفه. الا ما كانش متوفر عندكم العود ديال القرفه، ديروا معلقه صغيره ديال القرفه بودره وصافي. وهنايا غديت الثوم، ما غاديش نحكها، غادي نقرضها غير هكا طريفات صغيورين، حيت عارفين ان الكرعين كيشد الطياب، وحتى الحمص حتى هو كيشد الطياب، دونك ما غادي يجي فين يطيبو حتى تكون هذيك الثومه دابت، ما غاديش تبقى بحال هكاك زعما طريفات صغار. وغادي نزيد عليهم الحمص حتى هو، الحمص كيبقى عندكم ميزانكم شحال نتوما شحال زعما كتبغيو ديال الحمص. انا تقريبا هنا وضعت واحد السلافه كبيره، ودرت ايضا الملح، الملح تقريبا معلقه صغيره، وكيبقى على حسب الذوق ديالكم. فالطريقه الصراحه ديال الام ديالي، وكتجي لذيذه بزاف، وكتجي يعني معلكه ومعسله. انا صراحه كيعجبوني وكيحمقوني الكرعين، وحتى بالطريقه باش كنصايبهم زعما اللي ذاقهم كيعجبو. ولا كان ايضا متوفر عندكم واحد القبطه ديال قزبر او مندنوس، ديروا يعني ما يكونش مقرط، يكون هكاك يعني ما تقرضوه ما والو، غير ديروا قبطوه وديروه معاه كيجي مزيان. انا صراحه ما عنديش مقبط، عندي غير مقرط، داكشي باش ما درتوش. دابا كيف كتشوفوا انا زدت عليه الماء وغطيته مزيان بالماء، وغادي نسد عليه في كوكوط مده 40 دقيقه من بعد الصفار. انا رجعت معاكم هنايا من بعد ما زديت عليه 40 دقيقه، تبدات كتصفى الكوكوط، حسبت 40 دقيقه وطفيت عليه. دابا بان لي الحمص راه شد فيه الطياب، يعني راه طاب، ودابا يا غادي ماشي طاب، باقي خصو غير واحد شويه. دابا غادي ندوز باش نعسلو، غادي ندير زلافه صغيره ديال الزبيب، وواحد جوج معلقه ونص كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نعاود نسد عليه ربع ساعه. من بعد غادي نبدا يصفى ليا ربع ساعه، غير بين ما شرب ليا ديك السنيده وتعسل شويه، وغادي نرجع باش نحل عليه. دابا حسبوا لي يعني ربع ساعه فقط. وهنا من بعد 15 دقيقه انتما كيف كتشوفوا بدا كيتعسل، ونفس الوقت شرب داك الماء اللي كان. دابا ما غادي نحاول ما نحركوش بزاف باش ما يتعجنش ليا هذاك الحمص، غادي نخلي دابا الكوكوط محلوله يشرب ليا شويه ونرجع باش نطفي عليه.
دابا هنا كيف كتشوفوها هو الروه اللي بقى، نتوما كتخليو على حساب الروه اللي شحال ما بغيتو ديال الروه كتخليو وصافي كتطويو. انا هنا صافي دابا بالنسبه ليا طاب الروه هو هذاك، غادي نطفي عليه ونقدمو بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه، راه سهله 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 بزاف وناجحه وكيجي لذيذ والله العظيم، وكيجي معسل. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم خليو ليا لايك، واللي اول مره غادي يزور القناه يضغط على ابوني ويضغط على الجرس باش دائما يبقى يوصل جديد. في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.